سعيد كنتمنوا ليه ان شاء الله لا يفرج عليه باذن الله. كان السيد عطاء بزاف الوداد لا هو ولا الاخوه اللي كاينين، ان شاء الله ربي غادي يفرج عليه ان شاء الله، لان سعيد مع سعيد يعني بكل صراحه ولا نقولها يعني كان اخر مره شفناه هي كنا غادي لطنزانيا، والله العظيم وتوسع على الوداد وتوسع على اللاعبين، فنتمناو ليه يا ربي ان شاء الله يرجع للفريق ديالو، لان الكل محتاج السي سعيد لان عطى شيء كثير للوداد. الا غنتكلم على اللاعبين غندوي على يحيى جبران انترناسيونال، ندوي يحيى عطيت الله العملود، فاللاعبين اللي بكل صراحه عندهم من التجربه ما يكفي، بان كذلك السي فوزي البنزرتي تيعرفوه الناس بان حتى هو عنده تجربه كبيره، فتنظن بان مثل الظروف بان راه تقريبا اللاعبين اللي عندهم ليكسبيريونس، فما ما كانش يعني شي اشياء اللي كبيره ولا تستغرق مده طويله، لان كما قلت بان الاغلبيه تيعرفهم السي فوزي، ودوك اللاعبين تيوصلوا الميساج لباقي اللاعبين فتتسهل الامور، وباقيين باقي الوداد ان شاء الله تكون احسن من هذا من اليوم ان شاء الله. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.